بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي مهدي سواد المركة لها وذا قصر الله بني أنا قو وناك إسفرين حمد إسكريبين إلهي سبحانه وتعالى عن كبري لما أنت إلهي ونقلقا كوكو عمل فلا وحي الله الشيء لما أنت ينبأ نسي الله سعنه وحن كسب احنا موسم ادي ادو الى وخير بدن بشهر رمضان اي نور دماتي ان الله سبحانه وتعالى وحن كبرينا بشهر الله انه اقبل عبادات ان سو سمين دمانتين ان الله سبحانه وتعالى ان اي نوج يسري لولا اسق انه سخير لهين مسو ما غدن لهين ان سدو كل فرحه عيد ان وحن لكن حسوسنا نفتي نفتي نبا ان إلهي عبودان جسم رمضان وما بعد رمضان قفك مسلم كأه إن وحيابها وكوكة صومه مارك قاركود وحيتها إنه عبادة بدن أصوص من رمضان كا وسيرة وحياب بدن مل كويل مركزنا وشيدان كي دوف صدا نسأل الله سلامة والعافية إلهي نبت باديو لما أنتم بقى إن تصدرات ديد وحن نفتي نفتي نحسوسنا يا إن عبادة إلهي سبحانه وتعالى كما كان بالرمضان كلية نعم إن وقنت جاي له له حرتي بشهر رمضان هبين إذا قيامه يلو تجنا إله البرياجي قرآن يا الآخرين أي لكن قرآن آخر سنو جوكس دماها قيام الليل كينو جوكس دماها صدق اللي بحجر إني جوكس دماها بل سو حال دوني إني اللي بجيب بارا أنتم حاجة لي قفك مركو باب خيرك أفرمو وحال دوني إنه باب غير كاس إنه لنفته وحبي تعوذيسه نفته وحبي برتي وحبي برتي إن عبادة الغفرية براتي قرآن بدن إن آخر سيب براتي هدا هدا تكجو جسد وادقتها سيب وسوء عليس مركالي فهذا ما دام براتي وعلى الدنيا رواتب تي أصمي ستي وقت يدي اسبدل وقصو دعي اسبدل كهس هدا إن مريس الأركة للدنيا وحان أرنتها سيب كو إيمان كرتا صون كمركي لي رب الفيري إن سيد الله سعون رمضان أنا قدنا ماضي نبقى عليه سيد الله سبحانه وجدي صون كلي من صام رمضان حديث كان النبي عليه الصلاه والسلام ثم اطبعه ست من شوال شوال هل راسي اللي هذا انت اسم حلال جيده وعلي انك اسقو صومي سنه وكله معي هذه صدن مال موت ومن حمالك 10 اهيد و300 على الحسنه بعشر امثالها طبعا جبار وهلك حسنه ولا جبار طبعا ثم جار الله با مركز صدن مال موت ومن 300 دا سو قادتي لح مال موت وهذا انا قدرتي او اه من صدن ايضا او من وحا لحدنا وصارت مالمي صدن وا بسدح بقول الى لحد المالمود ساسو يروا كانما سام دهر انه يا قف انه سند نصوم انت اسمح له برار جنيه وهل دينا شيطان كان جهر تسيل دينيا قف ان انقطاع النبي عليه الصلاه والسلام عور غير اعمال وحا يري ما قل هذا وحو لكن دي مكان عايش وحي تركان عمل ديم النبي وحير ودائم تكفي عن قران غير هذا اقرني هذا القران جزء اقري في رمضان وروحي اخري او يوقتك وهبين كاستم ما لك اخري هذه عدد مساكين بشهر رمضان كلي ودير جرتي هذا وبرته صدقه بحي هذا هذه قيام الليل كاتك جرتي ان بشهر رمضان وقيام الليل كاتك هذا هو في عيني وحاسون وحياتها قفك نفته وحلا برا نفسك الطفل وي انتم ميلوا شبع على حب الرضاعه نفته حوي هذه او حلا برا ويبرنيسا ليلة سأباحن تأكلية سأزرى ديت هي موسمتي مواسمتو إصدبها يعني سوما رمضان على قبحي وحلق لها صون شوالها الصومالية قيب كصون شوال انت كصون مكبر لحظة قصر ما انا أسرها رعيسي دارت سنين إقامي صون كالي ريري معلمها أودت صون معلمها شقال لهين أحسب دي أحد صون لحظة سأقودت تضرح حكاك شي كينا لحظة نكب باللابة مسومي كرو مجوجي كرو نحذق قف يرد أير مبلابي كرتو وحصل ووح أجدين لهم سأوده واتقوا الله ما استطعتم وح هدف كل قلة وحيتها كلية إن العبادة هذه كنت نتاء إلى يلتا استمراري إلى يلتا كلية وعبادة يقوسي سعتها على الدنيا ونفط أي برتها له إكه إكه جوز من صانك إيجو جنين ودا قميص سنين كسر أسك سنت نفط أبرت تاسوا حلو لصعوا ولذلك إله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إله آية سورة خرناك مرقوق هذا إلا علوسنا لما تدونا دينتين ويسرون
marka yaa lagu dhihin haddaad bilaawdma jooji kartid, balse haddaad bilaawdid oo aad cudur u joojisid, cudur daara u joojisid, ajirkaa leedahay. Saasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ninka safray oo meel aada wax samayn jiray cibaadaduu samayn jiray waa la qora asoo samaynin. Marka diin saas yusr ahaysataaye war cibaadada aan bilaawin aan wadno sheydaanka ilaahay subxaana watacaala aan kasoo adkaanay bisha ramadaan aan ka sii adkaano waanuu jaban yahay maanta inuu liitaa aan sii wadna hawshaas aan kusii adkayno aan naga quusto quusaga aan sii gaarsiino. Laakiin markaa aad tidhaahid xaaraanta way ii furan tahay oo dad badan waxaa arkaysaa walciyaadu billaahi ramadaanka lay sugayaa ramadaanka ka ana silsila ku xirxirnayd ahayd war ilaahay ramadaanka waa belaha kale rabbi uu yahay ilaahay subxaana watacaala meel looga fakanayo malah ciqaabtiisa. Marka ramadaanka naftaas oo laylisay ha ka dhigin wax baaba'ay ha ka dhigin. Walidaalika xasanada waxaa la yidhaahaa waxaa lagu kartaa xasano kale soo wacataa markii la aqbalay ilaahay naga dhigo kuwa xasano ku xajiya. Nacam, naftu waa iska daciif waa garan karnaa, laakiin dadaalay rataa in laiska hashado oo lais xasuusay u baahan tahay. Marka hadda markii ka laga baxo haddana waxaan ashhur xurma la galaa bilay xurumka ahay dulqicdaa la galaya dulqic markii la baxo dulxajaa la galaya haddana xajkiyaa laisku diyaarinaya. Cibaadada saasay isku haysaa qofka muslimka waxa wa wacbud rabbaka xataa yatiika alyaqiin wey rabbigaaga ilaa geeri kaa timaado waxay laa tamuutuna ilaa wa antum muslimuun yaani qofka inuu geeri umaanaa la doonayaa ilaa asagoo ilaah u hogaansan laakiin inuu intaa wax ka qaadana dhawaa ramadaan kale inaad gaarays ma ogid mushkilaan aa jirta ilaahay waxaan ka baryay. Marka xasuustaas ayay xalaqadan tahay xalaqooyinka kale aan wada jirna ayaan bilaabi doonaa laakiin maanta waxay tahay inaan naftiina xasuusino in cibaadada ilaahay subxaana watacaala la daa'imo. Waxaan sheegay haddii sax yihiin tawfiiqda ilaahay ka ahatay haddaan qadno naftayda iyo sheydaan subxaanaka allahu wabixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.